أمطار محتملة بشكل زخات محدودة هذه الليلة ليلة الأربعاء على الخميس، ولكن الأجواء تستقر من جديد بشكل مجمل يومي الخميس والجمعة آخر أيام هذا العام، ولكن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تبدأ ليلة رأس السنة. كل ذلك في التفاصيل الآن بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفاير. تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية هنا في مركز طقس العرب لوجود بعض السحب والغيوم الماطرة الموجودة فوق الأراضي الفلسطينية وتدخل باتجاه المملكة، جالبة معها فرصا لهطول بعض الزخات من الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى. هذه الليلة تتراجع درجات الحرارة بشكل عام وتنخفض إلى مستويات منخفضة تجعل الطقس بارد مع وجود احتمالية فرص الأمطار. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 5 درجات مئوية. ترتفع نسب الرطوبة هذه الليلة وبالتالي الطقس يتوقع أن يكون رطب، تصل الرطوبة أحيانا إلى حد الإشباع، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل الضباب في بعض المناطق وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. الطقس سيكون شديد البرودة في ساعات متأخرة من هذه الليلة خاصة فوق جبال الشراء وقد يتشكل الصقيع هناك في تلك المناطق. نهار يوم غد الخميس الطقس أو درجات الحرارة تكون أبرد من المعدلات لكن بقليل، سترتفع درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه نهار هذا اليوم، ومن المتوقع أن تكون الأجواء متقلبة بين غائمة جزئياً إلى غالباً غائمة، تبقى فرص الأمطار موجودة لكن بشكل محدود جداً وكفرص ضعيفة في بعض المناطق. نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى يوم الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة، في إربد من 15 إلى 8 كذلك أمر في جرش، في عجلون من 15 إلى 9 درجات مئوية وفي المفرق من 14 إلى 6 درجات مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة عمان من 13 إلى 6، في السلط 14 إلى 8 درجات، في الزرقاء من 14 إلى 6، في مأدبة من 15 إلى 7 درجات، وفي البحر الميت من 20 إلى 16 درجة مئوية. جنوبا في الكرك من 13 إلى 8، في الطفيلة من 12 إلى 8، في جبال الشرى من 11 إلى 7 درجات، وفي معان من 14 إلى 8 درجات، وفي خليج العقبة من 21 درجة مئوية، تنخفض إلى حوالي 17 درجة مئوية. شرقا تكون في الوجد من 15 إلى 30، وراح تدني درجات الحرارة الصغرى في ساعات الليل في عموم المناطق البادية الشرقية وبالتالي فرص تشكل الصقيع هناك موجودة، في الصفاوي من 14 إلى 2 وفي الأزرق من 15 إلى 4 درجات مئوية. الجميع يسأل ما هو الطقس المتوقع رأس السنة وما بعد رأس السنة، سأشرح وأقوم بالشرح بشكل سريع ما هي التوقعات الجوية لذلك. إذن يوم الجمعة يسود الطقس تقريبا في الغالب سيكون مستقر في معظم أوقات النهار آخر أيام هذا العام، ولكن اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة يتقدم هواء بارد، هذا مشار إليه بالهواء البارد، سيتقدم نحو الأراضي الشمالية لمصر ويتقدم باتجاه المملكة بهذا الشكل. هذا التقدم للهواء البارد سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارا من مساء يوم الجمعة أي ليلة رأس السنة ليلة الجمعة على السبت، ويستمر هذا عدم الاستقرار الجوي يومي السبت والأحد. كيف سيبدو الحال من ناحية الهطولات المطرية؟ نتوقع يوم الجمعة كما ذكرنا في معظم أوقات النهار بقاء المملكة بعيدة عن وجود أمطار شاملة أو أمطار غزيرة، إنما فرص في بعض الزخات المحلية من الأمطار وغالبا هذه الفرص تكون نهار الجمعة ضعيفة، ولكن مع دخولنا مع ساعات المساء وليلة الجمعة على السبت كما راح تتقدم حزم من السحب والغيوم الممطرة من الأراضي المصرية باتجاه المملكة وتصبح هناك فرص مهيئة لأن تهطل زخات نسميها محلية من الأمطار قد تكون عشوائية الطابع في أجزاء مختلفة من المملكة، ليست شمال أو وسط إنما في الحقيقة الفرصة تبدأ جنوبا وتمتد نحو المناطق الوسطى والشمالية ومن ثم حتى المناطق الشرقية من المملكة، وتستمر هذه الأحوال الجوية معنا نهار يوم السبت على شكل زخات محلية وعشوائية من الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله. كما تلاحظون هذه الفرص تبقى كذلك حتى ليلة السبت على الأحد ونهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى خلال فترة تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. هناك فرصة لأن ترفق بعض الأمطار أحيانا في بحدوث الرعد في المناطق الجنوبية والشرقية خاصة يوم السبت والأحد، كما نلاحظ التركيز أكبر على المنطقتين الجنوبية والشرقية من المملكة. كملخص ما هي توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة من بعد يوم الخميس؟ إذن يوم الجمعة كما ذكرنا درجة حرارة 14 الصغرى 7 درجات، فرص الأمطار تزداد ليلاً،
ويوم السبت فرص جيدة لزخاتنا الأمطار محلية الطابع ما بين الحين والآخر، مع انخفاض في درجات الحرارة تصل العظمى إلى 12 درجة مئوية وهو أول أيام العام الجديد، الصغرى إلى 5 درجات مع ارتفاع نسب الرطوبة. بقى فرص الأمطار قائمة أيضا يوم الأحد، العظمى نهارا 11 درجة مئوية والصغرى إلى 5 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. إذن هذه توقعات الأحوال الجوية لبقية أو لقادم الأيام سواء نهاية هذا العام أو العام الجديد. نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة عليكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.